بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحلقه بتاعتنا النهارده بعتوا لنا كتير في التعليقات، قالوا لنا احنا بنربط الصاموله اللي عند الكرنك ده او القلب المربع ناحيه الترس او ناحيه الكرنك، بس هي الاكتر بتظهر ناحيه الكرنك. طبعا العيب ده ايه؟ مثلا يقول لي مثلا انا بربط الصاموله وامشي بالعجله ويفك معايا والاقي هزه في الكرنك، يبقى ايه الحل؟ وبرضه يقول لي احنا بندق عليها بنكبسها، ده ان لازم الحاجات دي مثلا اللي فيها عيوب مثلا لازم اكبسها دق جامد عشان ايه تبقى ماشي مربوطه جامد، وبعد كده اجيب المفتاح مثلا واربطها جامد زي ما انا مثلا بربط هنا كده ايدي بينك. ايوه مربوطه كده، ومع استعمال العجله في نفسها كده الاقي مثلا ايه، بص انا ضغطه كده حصل تهويه. ليه؟ طب ايه العيب؟ العيب ان انا اركب صاموله واجي اطلع بالعجله تفك معايا، ليه بتفك معايا؟ هقول لك العيب ايه. العيب انك تغير الكرنك ده. العيب في الكرنك ازاي انا افك الصاموله اللي عندك؟ طبعا في نوعيه بيركب صاموله وفي نوعيه بيركب مسمار، احنا لازم تفك عشان هوريك عيب مهم قوي في الكرنك ده، لو لقيناه لو انت في الحاله دي لازم تغيره. طبعا انا لو قلت لك حل ان احنا نصلحه ونعمله برضه مش هيقعد برضه معاك، ايه زاد يوم اتنين تلاته ويرجع تاني، يبقى احنا كده الافضل ان احنا ايه ان احنا نغيره. لما نغيره انت كده بتحمي ان القلب يعيش معاك فتره احسن، وفي نفس الوقت ما امنع الضرر اللي بيجي لي من ايه من الكران كده. طب وفي حاجه تانية، في غطا بيجي مثلا بيتباع برضه سعره رخيص، الغطا ده حمايه للصاموله او المسمار عشان ما يضحش. انا بقفله هنا في الحته دي، انا كنت عامل حلقه قبل كده ومتكلم عن الغطا ده، انا بقفل الغطا ده كده، لو اتفك معايا الكرنك مثلا وقع الاقي المسمار او الصاموله موجود في الكرنك مش كلش وقع، تمام؟ اللي من غير الغطا بيقع، تمام؟ دي ملحوظه. انا في الحاله دي اعمل ايه عشان اعرف العيب اللي عندي؟ انا بفك كده الكاميرا تبقى تتصور من فوق عشان ايدي ما تخبطش في انا بفك كده الاول المسمار. ده نظام مسمار مش نظام صاموله، في نفس الوقت احنا بنفك ده عشان نعرف العيب. شوف طلع معانا بكل سهوله ازاي، المفروض ما يطلعش معايا بكل سهوله. العيب اهو، بص احنا دلوقتي الكاميرا تقرب المكان اللي هو المربع، بص واسع ازاي، اتاكل ازاي، حصل اكلان، هو ده اللي حصل العيب. هنا لو بصيت على الجزء المربع للناحيه الثانيه هتلاقيه بص مربع مظبوط ازاي، بس هو ايه الشفه اللي هو اللي من بره عند الصاموله، تمام؟ هنا كله خلاص اتاكل. ليه بقى كده؟ كده خلاص كده بقى لما اجر اربط الصاموله وامشي بيها كانت تفك معايا، اربط تفك معايا، مهما اعمل اي شيء لازم ايه، لازم الحل الاساسي ان انا اغير الكرنك. اول حاجه مثلا في كرنك ده انا جبت كرنك تاني اهو جديد اهو لسه ما ركبش، بص المربع بتاعه عامل ازاي، الفرق بين المربع ده والمربع ده باين كبير قوي، ده الكلام بتاعه متاكل، ده عشان انا كده بربطه بيهوي معايا بكل سهوله، ده لما اجي اربط ما يهويش معايا، تمام؟ وفي نوعيه واحد تاني برضو جديد معايا اهو، برضو ده برضو جديد برضو. طبعا الخامه بتفرق طبعا في النوعيه، طبعا انت لما تروح تشتري تبقى في انواع في اللي هو الكرنك او الترس المربع بالذات، في جوده بيعيش 10 10 وفي نوعيه تبقى 10 10 وممكن من قله الربط او انت رابط ربط بسيط يحصل ايه؟ يحصل بوش في الكرنك، بوش تمشي انت على البوش ده خالص، تمشي عليه شويه مثلا كده يحصل اكلان في الايه؟ في الكرنك، يحصل بوظان ده يبوظ فيه، ده يبقى انت ايه؟ من قله الربط الصاموله اللي انت رابطها مش واخد حقها، واهم حاجه انك تربطها وتكبسها. نظام ايه تركيب ده؟ الجديد انت بتركب مع الربط بتكبس لنفسها تبقى 10 10، احنا هنركب معانا الجديد ده مثلا او ده اي واحد هنركب ده مثلا بنثبته كده. طب انا راكب اهو، انا هدي دقه بسيطه انا هبص كده من غير ما اربط طبعا المسمار او ده نظام مسمار، اهز كده بص كرنك قفش من غير ما بص انا بشد اهو فيه اهو ما بيطلعش. ليه؟ ان التربيع بتاعته متساويه. طب انا ممكن اعالج في المستعمل ده التربيع بتاعته مش عارف ايه؟ لا ما ينفعش، ده لازم يتغير، الحل الاساسي يتغير. ليه؟ ان انا اعتبر ايه اللي بوظته؟ بوظته من ايه؟ من قله الربط هنا، الربط بتاعها لو غير انا الصيانه، اعمل صيانه دوريه للعجله مثلا على الاقل، حتى لازم اطمن على الجزء بتاع القلب ده من هنا ومن هنا، اربط من ده واربط من ناحيه الترس. ليه؟ عشان ما يحصلش الاكلان اللي حصل في الايه؟ الكرنك ده، وانا كده ايه؟ رميت الكرنك باظ معايا، فاضطريت ان انا اجيب كرنك جديد، يبقى انا كده ايه؟
عرفت ان انا اعمل ايه. لازم طبعا المسمار ده مثلا، طبعا انا قلت بيجي نظام مسمار ونظام اللي هو الايه الصامولة. انا بركب كده الكرنت، انا طبعا لازم اثبته التليفون، ايوه في التصوير كده من حاجه عشان ايه، ايوه انا بربط كده جامد، امسك مع الرباط جامد اربط. شوف انا محكوم ازاي هنا، قافش ازاي ده اهو كده، واربط تاني. طب انا دلوقتي كده ربط معايا، اطمن ان هو خلاص ربط. لا انا اعمل ايه، انا مثلا عشان عندي مثلا في البيت ولا اي حاجه مثلا، ممكن ادي خبطه زي مثلا ضغطه ضغطه عشان تكبس لي جوه، بس سنه بسيطه، بس انا ببوصل القلب الكرنك ولا اي حاجه، لا انا بكبسه كبسه بسيطه. الكبسه دي بتساعدني ان انا ايه احط المفتاح تاني اربط تاني. شفت التهويه بقى حصلت التهويه ازاي، ادي تاني كده، ادي شويه، ادي واحده مره تانيه برضو، ابدا خبط كده كده، وادي برضو ايه رابطه تاني كده، تمام 10 10 كده كده خلاص كده. احنا حتى ورنا وقلنا لكم واحنا بنركب، قبل ما نركب المسمار او ما ركبنا القلب، لان مثلا كده مسك في الايه في القلب المربع بكل سهوله. انا دلوقتي لو مش رابط ده حلو، برضه همشي بالعجله هبوظ ده واعمل له برضه ضرر ليه. فطبعا انا قلت لكم النصيحه، الفرق بين ربط المسمار ده مهم جدا في القلب المربع.